معانا على التليفون الدكتور محمد ممدوح، معانا على التليفون رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بيك يا فندم. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، كله تمام الحمد لله. طيب عايزين نتكلم شوية على المشهد اللي هيبدأ بإذن الله بكرة الصبح الساعة 9 صباحا ويستمر لمدة 3 أيام، بداية من 9 لحد 9 مساء. بكل تأكيد متابعة هذا المشهد ومتابعة اللجان ومتابعة العملية الانتخابية كلها دكتور. بكل تأكيد ما سيحدث خلال ساعات قليلة هو حدث يترقبه العالم أجمع وليس المصريون فقط. شايفين المصريين على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي سيرسم مستقبل هذا الوطن لست سنوات مقبلة. شايفين المصريين عندهم حماس قوي للمشاركة في العملية الانتخابية، شايفين الشباب المصري موجود وهو بيستعد حتى يتصدر الصورة أمام اللجان، والمنافسة لن تكون فقط من جانب المرأة ولكن هناك عنصر ولاعب رئيسي في العملية الانتخابية التي ستجري خلال ساعات قليلة وهم الشباب المصري. لدينا الأشخاص ذوي الإعاقة المتحمسين بقوة للمشاركة في هذا الحدث الهام. شفنا المصريين بالخارج والملحمة الوطنية العظيمة صح. اللي قاموا بيها يوم 1 و2 و3 وتكبدهم عناء السفر لآلاف الكيلومترات وساعات طويلة وترك أعمالهم عشان يشاركوا في هذا الاستحقاق الدستوري الهام اللي بيأسس لانتخابات تعددية حقيقية تشهدها الدولة المصرية. شايفين حالة من الزخم من الأحزاب السياسية، شايفين حالة من المنافسة من التيارات، شايفين نقطة مهمة جدا بتأسس لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية والتعددية، جمهورية لا تقبل الصوت الواحد، جمهورية لا تقبل الرأي الواحد ولكن جمهورية تقبل الرأي والرأي الآخر. شايفين منظمات المجتمع المدني بتستعد لرصد ومتابعة هذه الانتخابات الرئاسية الهامة، شايفين المراسلين الأجانب، وشفنا في المؤتمر اللي تم النهاردة من الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرض هذا الوطن حتى يشارك ممثليها في متابعة كيف تجري الاستعدادات لهذا الاستحقاق الدستوري الهام، لأن ما عندناش حاجة غير قابلة للنشر، لأن هذه الدولة تؤسس لجمهورية جديدة تقبل جميع الأطراف. شايفين انتخاباتنا العالم كله بيتابعها، شايفين تجربة جديدة يتم تطبيقها على أرض هذه الدولة وحماس من الشباب، شايفين في كل الشوارع دلوقتي فيها حالة من الزخم.